اليوم في هذا البرنامج ديال لجنة تحكيم العارضات الأزياء، هذه أول نوبة كنكون فيها كمشاركة، وبالنسبة لي كمصممة، بالنسبة للمصممين هما كيعرفوا أكثر لهذا الميدان بالنسبة للعروض الأزياء. الجديد ديالي هاد السنة بعدا غنشارك في القفطان ديال 2018 اللي كاين في شهر أبريل 14 أبريل في مراكش. هذا هو الجديد زعما اللي غيكون اللي كيتسناوه يعني النساء المغربيات كل سنة. غتلقاو ديما نفس اللمسة ديالي، نفس الشغل، غير هي طريقة مختلفة وعلى حسب الموضوع ديال هاد السنة اللي هو ليتني. بالنسبة للفنانات المغربيات اللي لبست هاد السنة، فكاين سميرة سعيد، هدى السعد، سعيدة شرف، سلمى رشيد، هو لا ليست طويلة.